بس كلام. مباشرة أول خبر معنا لليوم اللي هو عروس تباع في المزاد العلني. طبعا من عنوان غريب، حاجة غريبة يعني. طبعا هذه قاصرة عمرها 17 سنة، والدها نشر على التواصل الاجتماعي فيسبوك صورها وكذا، فداروا مزاد علني، فتزوجها اخدها رجل أعمال، اخدها رجل أعمال، فطبعا في يعني خدي عليها 500 بقرة حشر مستمعين وثلاثة سيارات وعشرة آلاف دولار ودراجتين وقارب ومجموعة من هواتف نقال. هذا كله لبنتها، هذا كل اللي بنتها عمرها 17 سنة، هو دارها مزاد ومزاد علني، خدها رجل أعمال أكبر منها ب 30 سنة. ما شاء الله، والله مزاد علني بدون ما بيعرفين. ما شاء الله، عجبتك الفكرة ولكن عجبتني هلا. ما شوفي قديش خدي عليها على الفيسبوك حتى المزاد العالمي. قديش خدي عليها؟ قديش بقرة؟ 500 بقرة. وقديش سيارة؟ ثلاثة سيارات وعشرة آلاف دولار، دراجتين وقارب ومجموعة من الهواتف النقال. والله ما شاء الله، ما شاء الله، يعني مزاد علني أكثر. وعندك علم إن هي زوجته التاسعة هذه؟ اللي تزوجها زوجته التاسعة. هذه الأخيرة، هي الأخيرة هذه. 17 سنة عمرها. سبحان ربي. فهو يعني هوايته إن هو يتجوزك وكذا. بقى. ايه هواية. طبعا في ناس عندهم هواية انهم يتجوزوا ويطلقوا ويديروا. عزابي ويكل المستمعين والمشاهدين، خلود خليفة من هوايتها الامور الغريبة. لا هذه مستهوتنيش الحركة. عمرها 17 سنة وتجوزها ومزاد علني بها، يعني يعتبر باعها، يعني مش حلوة الفكرة. بعادي شو فيك؟ انا بابا جابوا له مثلا 500 بقره وتليفونات وزعهم لاخوته كلهم وقال لك مني ب 30 سنه نوافق عليه قصدك؟ انا شو فيك؟ لا مستحيل، مستحيل. يعني هذه يعني انت مع الشيء هذا؟ مش مع ولا ضد، ولكن عجبتني الفكره ان مثلا بنتي بالمزاد العلني وتزوجت. المهم تزوجت هي 30 40، نهايه الامر هي راضيه ولا هي ما نعرفش ردة فعلها مش مذكورة، بس عموما ان حاجة غريبة يعني ان هو اكبر منها ب 30 سنة. لا هي الغلط في شنو؟ الغلط في شنو؟ في انها قاصر. قاصر 17 سنة. 17 سنة. بس انا كنت نمزح والله. طبعا هذه صارت في السودان. في السودان. جنوب السودان. فهذا يلا ماشي. تمام يلا خلونا ننشر الخبر اللي بعده. درجات هوائية عامة متاحة للزوار في منتزه نصب التذكاري الوطني وسط جاكرتا. طبعا هذه 100 دراجة موجودة في المنتزه هذا، واللي يبي ياخذ دراجة يطاها يفتح الابليكيشن في التليفون، يعرف مواقع الدراجات وين يشوفهم، يعني وين مكاناتهم، ويمشي للدراجة اللي يعرف ان هي فاضية يعني. ويمشيها ويستعملها. مش هيك يعني، هي تكون مسكرة وقتها، في كود يكون في التليفون اللي انت حصلت بيه الدراجة، فيحط الكود على الدراجة باش يفتح القفل وتركب فيها. حلو جميل، مجاني يعني. منتزه تام. في دراجات يعني كلما في شيء في ليبيا. انت تخيل هنا في ليبيا. لا اقول لك تخيلها في ليبيا، ما عاش في دراجات كلهم بياخذوا بيردوهم يعني. الوقت الحالي محتاجين احنا دراجات في الغريق اللي صاير. هي مش على الغريق، كونه انك انت تديري في ليبيا دراجات مجانيه وبالكود. هو مجرد ما يحصل الكود ما زال بيردها. والله يلا خلاص. حوشه وين؟ قيطون طولي غطاها وتم. لا المشكله انت حتى يطلع بيها يغطيها ياخذها. فجميل، فكره جميله. في البلدان الثانيه تتوفر طبعا الخدمه هذه، بس خدمه زي ما نقولوا يعني بالفلوس، يدفع لها ممكن واحد دولار دولار, دولار. فمش بالبلاش يعني. ففي جاكرتا موجوده الخدمه هذه بس بالبلاش يعني، منتزه كامل مجانا، انه هو فيه 100 دراجه يستعملوا فيها الناس. هذا كان ثاني خبر ننشر الخبر اللي بعده. طبعا بما ان الدنيا مطر وكذا، فحنعرفوا اغرب اسماء المطر في عند العرب بصفه عامه. وعندهم طبعا اكثر من اسم حسب حالات الطقس، عندهم اسماء هلبة يعني. فلو المطر خفيف يقولوا عليه الطل. طل. الطل. طل. وكأنه طل علينا، عرفتها متاع او طل. فلو تقوى شويه يقولوا عليه الرداد. رزاز.
الرذاذ. هو هذا الرذاذ. رذاذ. إحنا نقوله رذاذ. الرذاذ. إيه هو نفس الرذاذ. أنا نعرفش تعرف بش بش مش عارف شني كلمات معينة يعني نعرفهم بالليبي بس يعني ويقولوا الغيت. الغيت. لو إيه لو جيل مطر قوي هل بعد انقطاع طويل يعني هذه نقوله فها يعني حتى إحنا إنه. ولو يقولوا لها الوابل لو كانت ال المطرة قوي كبيرة. مش قدرة المطرة. حبة المطرة تكون كبيرة يقولها وابل من المطر. الوابل إيه بالضبط من إيه. المطر. فالديمة يقولوا لها لوصول لوطول المطر يعني لو طول يعني عطلت بعد يقولوا هذه ديمة يدور صلاة الاستخارة ويقولوا يعني إن شاء الله تجي ديمة. أيوة. أيوة. إيه. وفي الهاتون تعرفيها الهاتون. لا. اللي هي المطر الغزير. طبعا تلقي بنت نقول فاهم لا هي اسم عربي الهاتون هو المطر الغزير اها بهي هذه معلومه خشت لي قاموس يلا تمام ومنكم نستفيد أه. في الصحيتة لو جاي مر يعني زين تجي احنا هذه اللي ترفع في كل طبعا ترفع ايه اللي ترفع في كل شيء ايه هي 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 لا الصحيتة هذه حتى في لما كانت تسونامي هم لما جت الامطار يحسبوها صحيتة بسيطه ولكن دارت ريح هبت لين دارت ايه رفعت كل شيء معاها فهي مش ترفع كل شيء معاها هي تسيل ترفع في الارض لك مش ترفع ايه الدنيا والدين تسونامي لا يعني تسيل فهمتي كيف؟ ايوه تمام حاضر جميل حلوه فكره منك جميله بقى فهدو ايه هدو اغرب الاسامي عند العرب في مش بس كلام